الوغ تلقيت الدعوه من المهرجان كضيفة شرف وفرحت بزاف. سيتي اون اوكازيون باش نشوف لي كوليك ديالي والحمد لله تلاقينا عاوتاني من بعد هاد الوقفه الكبيره. وكنتمنى ما يكونش عاوتاني هاد الوباء ما يزيدش ينتشر، بنادم يبقى على بال وان شاء الله يكون خير. الوغ من الجديد الفني عندي مسلسل جريت وجاريت من اخراج لميس خيرات اللي ان شاء الله يتعرض في الاولى قريبا. الوغ بالنسبه للدور ديالي كنلعب دور واحد السيده اللي فريمون عندها مشاكل كبار في حياتها كونها امراه مطلقه وعندها وليد وما كتقدرش تشوفه حيت هي مزوجه بواحد السيد اللي على برا، و فريمون كنعيشوا معها واحد صعوبات في الحياه كانها ككونها بوحدها وما كاينش اللي سوتونيها. الوغ نخليكم تكتشفوا المسلسل ان شاء الله يكون في الاولى. الصراحه ما كاين حتى دور كان قريب ليا لشخصيتي. الدور عزيز عليا اللي عجبني هو اللي مثلت في ابو ظبي اللي هو سمرقند، مسلسل الضخم سمرقند، مسلسل تاريخي من اخراج اياد خزوز ومن بطوله ميساء مغربي يوسف الخال، كانت معنا حنان الخضر حتى هي. الوغ هذا مسلسل كان زوين بزاف حيت كان فريمون فواحد 3 mois حنا في ابو ظبي كنصوروه، كان معنا مدقق لغوي، اللوكيشنز كانوا مانيفيك، كانت واحد الاكسبيريونس اللي زوينه وشويه ديفيرونت على لي زيكسبيريونس اللي عشت هنا في المغرب. الوغ فوالا هذا من الادوار اللي بقات ليا في دماغي اللي هي هند، كانت جاريه ديال ولي العهد ديال اصفهان وكتولي الزوجه ديالو وكتدخل في امور الشان الدوله، شؤون الدوله، وكتولي بحال قلتي الانفلونس هذاك الامير. انا كاين بزاف ديال الفنانين كيعجبني نلعب معاهم بحال سعيد باي، لعبت معاه في قلوب تائها واحد المسلسل اللي نال الاعجاب بزاف ديال الجمهور. لعبت مع البوحسيني حتى هو، لعبت معاه في دار السلعه واحد المسلسل كان صورناه في فاس فريمون زوين. كاين بزاف صراحه، انا ما عنديش مشكله نخدم مع اي فنان. كاين اوسي امين ناجي اللي لعبت معاه في ولاد المختار اللي داز في دوزام. دريس الروخ، كاين بزاف ديال الممثلين اللي كيعجبني نمثل معاهم صراحه. شو الصراحه انا كنعاون ولكن ما كنحضرش الذبيحه، فوالا عندي واحد لافوبي كلشي عارفه. يلا قلتها لواحد السيد دابا عندي ان بروبليم ديال ما كنقدرش نشوف داكشي، مي كنشارك في التحضيرات ديال الطبله الا كان شي حاجه نقدر نعاون فيها في الكويزين ولا الميناج افيك غران بليزير. انا سا ديبون دي المود ديالي صراحه، من اكثر ديال الوقت تلقاني في الدار، ولكن الا كان بحال شي ايفينمون ولا شي حاجه اللي انتريسونت بوكوا با كنمشي وكنحضر. فوالا انا في الانستغرام ديالي راه تشوفي انا لي ستوري ديالي كنشارك بزاف ديال لي تروك طبيعيين بوغ لابو، بزاف تيجوني بزاف ديال الاسئله على الشعر على لابو هذا، وكنشارك دي تروك ناتشورال. ما اصلا انا ما كنعرفش داكشي الاخر وكنخاف منه. فوالا شكرا للمدار على هذا اللقاء وشكرا على الاهتمام ديالكم للاخبار ديالي، وكانت معكم نسرين تومي وعيد اضحى سعيد لكل مغاربة. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.